خليل قرب ارفع معي على الغلا قرب. هلا كل يوم انا برفعه لحالي، ارفعه شي مره لحالك انت. لك قلت لك تعرفع يعني تعرفع. وينك حسان؟ هلا كل ما غاب بيي بدك تعمل حالك معلم. خلاص خلاص يا خليل روح ارفع معه. والله مشانك يا عبدو. لا خلاص انزل بقى. بس لا تعيط عرقتنا. ايمت مكسورتك معي؟ ارفعوا لي ارفع 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 ارفع. شو؟ ارفع. ايه لك شبك؟ لا لا تفتن. لك شبك؟ يخرب بيتك العمى، شو هتحب لك عيني من الصبح؟ انت اجي بطريقة يا عبدو. لك رح رح لك رح. عبدو سيكو سيكو سيكو. خلص اتركوا لك حسان هلا انا بساعدك تعال. صباح الخير ابو سوسن. يسعد صباحك يا ابو خليل. ابن الحلال كنت جاي لعندك. اهلا وسهلا ما صار شيء تفضل. لا مستعجل بس حبيت اسالك عن غرفه الضيوف تبع صالح. بدك تصبرني اسبوعين ثلاثه وتكون عندكم. ابو خليل بدي اسالك بعد لك حقها؟ هيك سيدي مو فارقه بيناتنا. لا يعني من شان بعت لي حقها من شهرين الله يرده بالسلامه. امين يا رب. بدك شن البلد؟ سلامتك. يلا انا بالنقله الثانيه نازل. يلا خلص عبدو خلص عبدو. أنا كل هذا الشغل مو عاجبني. أنت مو الشغل مو عاجبك، المنشرة هي اللي مو عاجبتك. عبدو، شو فيها الواحد إذا تطلع لفوق شوي؟ آه يا حسان آه. اللي بيطلع لفوق كثير لك عمي، إلا تجي قدامه شي جورة ويوقع شك على خندق رقبته. لك شو عم تساوي بالسيارة خليل؟ عم سوق السيارة عند التحميلة بدي أوصلها. زين هلا وقتك؟ نزل البضاعة خلصوني. تأمر أبو خليل، يا حسان، تعال نزل البضاعة. هاي تباعة هاي مرة تانية بدي أخطاء هيك. ها مرحبا يا جماعة. أهلين بابا. أهلين سوسن. شلونك ناسي سوسن؟ الحمد لله. شو أخبار صالح؟ الحمد لله بخير، عم يشتغل ويساوي دورات تأهيل. شو صرفتي تلاميذك مشان تيجي تزورينا؟ بتعرفيني إني ما بسويها، جاي أخذ الوالد على السوق طبعا إذا بيسمح الأستاذ صبحي. أنا مدير إدارة نظامي بس كرمالك هالمرة رح أسمح له بعد ما يدق لي هالكتاب. شكرا يا استاذ. شو اكيد ناوي تهدي شي شغله اسمه الدنيا اول شهر. ايه والله وعدته بطعمه لسه بوفي. شو بدك توفي لتوفي يا سوسن. بعين الله. يلا خاطركم. مع السلامه. مرحبا عمي ابو خليل. اهلا وسهلا عمي. اهلا وسهلا ابي. قال صلح له هدول. يا على عيني وراسي. قل له لابوك بيسلم عليك عمي ابو خليل ووصله. خاطرك. مع السلامه حسان. تمام عمي. تعال يرضى عليك تعال. خير شو؟ خذ هدول دبرهم بمعرفتك. شو بدهم هدول؟ ما بدهم شيء، تنظيف وجمع وغري وبردخ. عمي الله يوفقك، خلي خليل يساويهم. لك شو هي كيمياء؟ شغلتها سهلة كثير. لك عمي طلعت روحي من تصليح الابواب والشبابيك، والله شوف ايديك صاروا شغل عتيق. في احلى من شغل جديد، في احلى من شغل جديد يا عمي. ليش عم تضحكوا لخليل؟ سألوا للدب شو بتشتغل؟ قال لهم بالحرير، قالوا له ايه؟ واضح من ايديك الناعمي يا ناعم. يا خبيثة. قال ما بيفهم قال. شوف خليل أنا فهمان عليك ها، ولولا احتراما لعمي هلا. اروع عنا يا. لك أنا شو طلعت روحك من الشغل؟ ثلاث أرباع الشغل طالع من ظهري وظهر هالمسكين. اتركه كرمالي، كرمالي حسان. ولك حاجتك قر بخشت لي يدني. روح ساوي لسهرك كاسة شاي امشي. شو كنا اجتها تتهنى ولا فتلتها بالبيت غير شكل؟ والله بنات هالايام كلياتهم هيك حركين ونشيطين. لا لا يا ام سوسن، والله من وقت ما كانت مخطوبه ما كانت تخلي حماتها تمسك ممسحه. ايه هي لانها ست بيت لا موظفه ولا معلمه. مين قال لك؟ شغل الأرض كله فوق راسها. مسوسان مثل ما بتعرفي وشغل الأرض أصعب من أي وظيفة. أم صالح لشو بدك توصلي؟ مو لشي تقبريني، لتكوني زعلتي.
إيه عندي سوسن بالدنيا كلها. يا ابني أنا بدي مصلحتك، السفر ما راح يفيدك بشي، واللي بده يصير بيصير ببلده بين أهله وبين ناسه، بيتعلم صنعة، بيتقنى منيح، بيشتغل بجد، ومعه معه بيصير. أنا ياما شباب تعلموا عندي شغلة نجارة وصاروا ياخذوا تعهدات على حسابهم. يا عمي الدنيا تغيرت، وانت شايف بعينك انه الخشب غالي ومصلحة ما عادت بطعمي خبز. انت ما عندك رغبة تتعلم. بصراحة لا، لو سمعت مني كنا منبيع المحل ونفتح مطعم، وانا مستعد. لا يا حسان لا، يا ابني الخشب حنون وانا ما فيني اتركه. انت سمعت بحياتك طنجرة مجدرة اكلوا الناس منها بعد ما انطبخت بجمعة؟ ولك في شجرة جوز موجودة عندي من ايام الظاهر ببرس. وانا شو دخلني ببرس؟ انا اذا طلعت برا بسنتين ثلاثة بصير العب بالمصاري لعب. وانا المحل ما فرط فيه. خليل هذا اللي مو عاجبك بعد سنتين زمان بدي ساويه معلم ما في منه. وبكره بس تسكر المدارس بيرجع لعندي محمد وسمير. يا عمي اسمع مني، يا عمي اسمع مني، غير هالصنعة، بنفتح محل هيك على الطريق العام، بيجينا سواح، بتجينا ناس، بيدفعوا مصاري، بنتنشنش. يا عمي انا شغلتي ما بطلة، كنا نشتغل عربي، قلت لي خلينا نشتغل افرنجي، نعمل اوض نوم، قلنا لك حاضر. هلا بدك ياني اترك صنعتي واشتغل شغلة ثانية؟ بدك ياني اربط وزرة واقف على المجرى اجلي صحون؟ يا عمي انا مستعد اتحمل كل شيء، انا بغسل صحون، انا بشتغل اي شيء، بس انت اقعد معلم. لا عمي لا، ما حذرت. اشرب حسان. بدي اشربه باليابان. بيي وين هاي اليابان؟ لا تشغل بالك لك ابني، هات شاي هات. بسم الله. يا خليل ها؟ وين الشاي؟ دار اليابان على السطح عنا. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو؟ بده يسافر ما هيك؟ خليه يسافر يا ابن الحلال، وادعي له الله ييسر امره، بركي بيجيبوا لهم شي ولد بنربي لهم اياه. اه يا ام خليله، انت ما بتعرفي شي عن الغربه. إيه خلص بقى، انت دائما بتكبر الامور لانك بتحب حسان. طبعا بحبه، مو جوز بنتي سوعان؟ بعدين انا اللي ربيته بعد ما سافر ابوه وماتت امه من قهر على غياب جوزها. انت بتحمل الامور اكثر ما بتستاهل. قوم نام وريح بدنك. قوم يا ابن الحلال. تصبحي على خير. انت من اهله. شو بابا سوسن؟ عجبك؟ بجنن، القالب غالي. يسلموا ايديك يا رب. كيف شايفتي امي؟ شايفي شو؟ طقمه لابوكي. امك ما بيعجبها العجب. ايه صراعتنا من الظهر بهالطقم. كيف لو كان جديد؟ على قد بساطك مد رجليك. ايه هات لاكوي. قلتك 100 مرة ما راح البسه للعيد. بكره بيرجع صالح وبجيب لك واحد ثاني. يعني مو موافقة؟ لو شايفه في مبرر للسفر ما بحكي شيء، بس أنا موظف وأنت بالمنشرة، وهالبيت هذا على حسابنا، يعني ساترة الله معنا. يا سعاد هي مو عيشة، مو عيشة هي. أنا حابب ضحي بكم سنة وارتاح طول العمر. من يوم ما إجت رسالة صالح وأنت موسوس. أنا من طول عمري بحب السفر. بحب السفر، بحب شوف الناس، بحب أجمع مصاري. يا سعاد أنا لو معي مصاري بعيش هيك أحلى عيشة. حسان أنا رضياني بعيشتي هي. حبيبي بدي إياك تبقى معي. شوفك تفوت وتطلع وتشتغل وتكون كل لحظة سعيد. حسان بدي إياك تملي علي هالبيت سعادة بس بوجودك فيه. سعاد حبيبتي بدي منك شغلة صغيرة بس، إذا صالح دبر لي شغل برا ما تقولي لا. مرحبا منى. أهلين سعاد. شو؟ لوين رايحة مع الصبح؟ نازلة اشتري شوية إبر مكنة وخيطان، شفتي؟ على اخر هالزمن رح اصير خياطه. وليش زعلانه كثير؟ على الاقل احسن من وظيفتي، كل يوم من 8 الصبح للتنتين الظهر. وعلى شو؟ على 1500 ليره بس. على قولك احسن من القعده بالبيت.
سعاد شبك؟ شايفتك ما على بعدك في شيء؟ الله يسامحه لأخوك يا منى، لعب لي بعقل حسان وخلاه بده يروح لعنده. أخي لعب بعقله؟ إيه حسان بيلعب بعقل بلد. يلا يلا خلينا نمشي. يا محمود يا أبو سوسن، ما خلصت؟ الفطور جاهز. يلا 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 جاي، عم شوف النعنعات. صباح الخير. يا صباح النور. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا سوسن، ليش ما عم تزور رفيقتك سعاد مثل ايام زمان؟ ما بعرف، اما صاير سنه طويل شوي. بس سعاد رفيقتك وبتحبك. بس يا بابا انا ما بقى اجد بسبسي. ليش انت كمان علاقتك بتحماك كثير منيحه؟ خالته زالت مني، ليش لمحت تلميحه المصاري؟ خالته مرت ابوه مثل امه. وانا شو؟ صحيح انا معلمه، بس مو معناتها انه خالته تكوش على كل شيء. خلاص خلاص بلا كلام فاضي. بعدين صالح سافر ليشتغل بعد ما كتب كتابه عليكي مشان يحصل مستواه العلمي، وبعدين منى حط مصاري هو حر. لتكون منى عم تمد ايدها. بالعكس، انا لولا منى ما بدوس هداك البيت حتى يرجع صالح. يلا انا تاخرت بدي امشي. انتظرني بابا لروح معك. يلا خاطرك. مع السلامه. رسالة زوجتك ولا امك؟ فرحان الله يخليك تركني بحالي ولا تقطع لي سلسلة افكاري. ها طالما في افكار اكيد الرسالة سوسن. تصدق يا صالح اني جدا مشتاق لاهلي. فرحان ببوس ايدك هلا عني. لك اخي بلشت خربط بالكتابة. بس في ملاحظة واحدة اذا بتسمح لي فيها وبعدها بسكت. شرف، أنا من خلال سكني معك ومن الحديث اللي بنحكيها سوا صرت أحس فعلا إنه أهلك أهلي. نفس مشاعري يا فرحان. لهذا السبب أنا ملاحظ عليك تصرف غلط. أنت دائما بترسل الكلام لسوسن والفلوس لأمك. لك شو فهمك أنت؟ يا فهيم هذا مو حكي. لك هذا كلام حب وغزل. وش المانع ترسل لها ولو مرة واحدة حوالي باسمها؟ صحيح أنت لسه ما تزوجته، بس أنت كاتب كتابك عليها ويمكن حوالها رمزية راح يكون لها معنى كبير عندها. كلامك صحيح يا فرحان، وأنا مستغرب ليش ما خطر ببالي هالشي. صحيح أنت بغربة وبتتعب، بس غيابك هذا كمان بتعب غيرك، وتصرف مثل هذا راح يخلي أهلك يستنوا عودتك بشوق أكبر وحب أكبر. يا سيدي الحق معك، وإن شاء الله الحوالي الجاية راح تكون من نصيب سوسن. بخصوص صاحبك هذا اللي اسمه حسان، صار شيء؟ الحقيقة دبرت له شغل على باخرة شحن، بس ما بعرف إذا كان بيرضى فيها ولا لا. أنت اشرح له الوضع أحسن ما أقول صالح نسيني. تعرف فرحان، وكأنك متربي معنا بضيعتنا.
ولك ما صفي طريق غير من هون. تأخر حسان. شو بدك فيه؟ بي ما بزعل لحكيت يعني؟ احكي شو بدك تحكي؟ حسان طنعان بالمنشرة. خليل! بطلنا نحكي. ولا يهمك خليل ولا يهمك، هالمنشرة هي ما ببدلها بمال الدنيا كلها. خفت يلعب بعقلك يا بي ورررر يطير المحل بينا. لا تخاف خليل لا تخاف. ياما شباب تعلموا عندي هالصنعة وفلحوا فيها. إلا هالمسكين حسان ما طلع منه شي ابنه. سعاد! يا سعاد! سعاد! جواز السفر صار جاهز، وأول ما يجيني خبر من صالح. لا ضروري تفتح السيرة هاي. يا سعاد حدا بيصح له يترك هالضيعة وما بيتركها؟ أنت بتعرف رأيي منيح. يا سعاد هي صالح ماله شهرين ثلاثة طالع وصار بعد بلاوي. هلا أنت مثل صالح. يا حسان يا حبيبي، صالح طلع مو بس ليشتغل، طلع ليجيب شهادة اختصاص ويرجع يفتح ورشة تصليح سيارات على حسابه. وأنا بكره بفتح ورشة. ورشة شو؟ يا حسان أنت اشتغلت خياط وأجير فران ومصلح سيارات ونجار، وبالنهاية ما تعلمت شيء. لك أنا بدي أفهم شغلة واحدة، إذا طلعت برا شو بدك تشتغل؟ أي شيء. بشتغل أي شيء، بس المهم أقبض عملة. وأما بخصوص حسان فأرجو أن تخبروه بأنني قد وجدت له عملاً. الله يرضى عليك يا صالح، طول عمره بحب أهل ضيعته. بس بدك تصدق أمي، حسان منطوط وما بيستاهل. هلأ كفي وبلا حكي عن الناس. هلأ هون كل الحكي عن حسان. إيه ها. وأما بخصوص سوسن فأرجو الاهتمام بها و... الاهتمام موجود، بس إنه أعطيها مصاري صالح مستحيل. بس يا أمي سوسن مرته ومن حقها أنه تاخذ مرته على الورق. بنات هالجيل مالهم أمان. حلو والله بعد ما أعطيها تعب الولد تريش وتروح. لك يا أمي لو كان أخي خاطب واحدة من بنات أختك كنتي رح تتعاملي معها هيك؟ شو جاب لجاب؟ أبشع واحدة بنات أختي أحلى منا بمئة مرة. كفي هالرسالة كفي. لين حسان راح على السوق يشتري شوية أغراض. والله حسان صحيح بدك تسافر هيك تسافر تسافر بالسلامة إن شاء الله. إيه بدي سافر بدي أخلص منك من الضيعة. إيه لنشوف مين بدي أخلص من مين. مرحبا أمي. أهلا. خير إن شاء الله، شايفتك مبسوطة كتير، إن شاء الله تضلي هيك على طول. وصلتني الرسالة من صالح وبيسلم عليكم. الله يسلمك ويسلمه. وغيره كاتب شيء؟ ايه بعت لي حوالي ب2000 ليرة. صحيح؟ يا الله يرضى عليك يا صالح وربي يوفقك. لك بنتي شو بدك تساوي فيهم؟ رح ادفعهم اول قصة للبراد، شو رأيك؟ منيحة ما بدها مشوره. بس خير. شوفي بعت رسالة لحسان مع رسالتي، يا ترى شو فيها؟ عمي لازم لي مصاري مشان كرت الطيارة. سألت مرتك؟ بعرف ما معنى. ايه سألها بركي بتاخذ لك سلفي على معاشها، لأنه بصراحة أنا ما معي. شفت ليش لازم سافر؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. شو وينه حسان؟ طلع لأوضته. ليش ما ضل يشرب شاي؟ شو بعرفني؟ بده مصاري ما هيك؟ ايه ايه عطيه يا ابن الحلال، شو مستني؟ ولك يطلب عيوني بعطيه اياهم، بس مشان السفر ما بعطيه ولا قرش.
يضربوا الشباب بالضيعة، ما حدا شايفي. هن الخسرانين. منى بزمتك ما حابه حدا؟ يمكن. احكي لي، هي قرتك مكتوب صالح؟ ما في شيء، بس عبده كل ما شافني تطليعاته إلي غير شكل. يعني نظرات حب؟ بس ما بيحكي معي شيء واضح، وكل يوم شكل. يمكن بخاف من امك. بس هلا بتسمعك. بعدين اوعي تجيبي لها سيره الحواله اللي بعت لك اياها صالح. ولي كان بغط على قلبها. شو هدول؟ بكره بيعود منشان تسافر. سعاد، يعني معقول شوفك تطلب من الناس وعندي هدول؟ سعاد ما بعرف شو بدي احكي. لا حلف، ما في حاجه لحكي حسان. شو شايفك تعبت حبيبي؟ نعم. دور الشاي على مين؟ تكرم علي انا، الحق حق. صالح بجا حسان. ايه؟ وين راح يسكن؟ انت شو رايك بصراحه؟ ايه؟ رايي انه يسكن معنا. لك يا عين عليك، يا عيني عليك. شو ابن اصل تعرف فرحان؟ كل يوم عم تكبر بعيني اكثر واكثر. على هالسيره راح ساوي لك كاسه شاي شاميه شي على كيفك. تمام تمام معلم. مرحبا يا ابو خليل. اهلين عبدو، فوت اشرب شاي. لا دخيلك مستعجل، شو وينه حسان؟ خير ان شاء الله. سمعت انه مسافر. ايه بكره وبعده ماشي. لانه عم مر عليه لهون ما عم لاقيه. خير ان شاء الله. كمان انت بدك تسافر معه؟ لا دخيلك، انا مثل السمك اذا طلعت من الضيعه بموت. ريع عليك. لكن شو بدك منه؟ لا يعني من 3 اشهر اخذ مني 2000 ليره ولهلا ما رجع لي اياهم، ولا السياره بالكراج بدي نزل محرك وصلحها. يعني انت ادرى بالموضوع. عندي هدول، عندي. خلاص وصلني حالي عم ابو خليل. السلام عليكم. شو بنا يا ام سعاد؟ افرديها الله يرضى عليك، بكره بيرجع لك سالم غانم ان شاء الله. يا بنتي طول عمرهم رجال بيسافروا بيتغربوا وبالنهاية بيرجعوا لبيتهم وأهلهم. خلص بابا، خلص ما في شيء. الله يرضى عليكي، بعرفك من صغرك عاقلة وواعية. بك يا بنتي؟ هلأ بيجي أبوك بيروح معك. طيب تأخر كتير. وإذا تأخر شوي بيكون عنده شغل. مهمومة وكأنه رح تشوفي صالح هني. ما بعرف ليش قلقاني، بجوز لأني ماني حابة هالروحة لعندهم. ليش لك بنتي؟ سعاد رفيقتك وبتحبك. إيه بس أمها من يوم ما قالت لي حاكي لمنى وهي بتبرم بوزة فيي. معلش يا أم، بتضلها أم. وإذا أم يعني بدها تفرض منى لخليل؟ ايه ما بصير هالشي. يمين من هالسيري هلا. تأخر بابا كتير. امري لا الله، ولو كنت تعباني رح روح معك. تفضل يلا نشوف. مساء الخير عمي. اهلين. مساء الخير عمي. ايه شو هالبلد يا عمي؟ شنطة ب 2000 ليرة؟ ايه طول بالك طول بالك، ما حلك تحكي على البلد سهري. بابا حسان كل عمره هيك، من شان برغوت بيحرق الفرشة. شايفة يا مرت عمي؟ بنتك بدها بس كلمة حتى تعاكسني. الحق معي يا حسان، ما صار له سنتين عندك وتاركها ورايح. يعني مرت عمي أنا مشان مين مسافر مو مشانا؟ مساء الخير. أهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير. تفضل. أهلين أهلين. حسان هدول شوية غراض لصالح. يا ستي اعتبريهم وصلوا. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين سعاد. شلونك سوسن؟ اهلين. شلونك خالد؟ تفضلوا. الحمد لله.
والله شايفت كان عندك كان شغل ملبكي. لا لا خالتي مسوسه ما بصير، كنت فوتوا تقعدوا شوي. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا منى. يا منى لك يلا يا بنتي، خلينا نودي هالاغراض لبيت خالك ياخذن حسان معه. يلا امي يلا انا جاهزه. بس امي شو بدي اقول لك؟ شوفي بنتي شو بدك تقولي؟ لا لا ما في شيء. والله شغلتيني بالي، احكي شوفي. قلت لك ما في شيء. هلا بدك تحكي ولا شو؟ طيب طيب رح احكي. امي شو رايك نكتب له لصالح انه سعاد مو راضياني عن سفر حسان؟ لا يا منى شو هالحكي؟ بعدين اخوكي صالح ما بيهون عليه هيك شيء. بعدين من ايمت المرأة عنا بتحجز حرية جوزها؟ امي ليش كنتي ناشفة مع سوسن؟ سمعت عليها سمع منيح. يعني هلا يا بتعمل مثل ما بدك يا بتحكي عليها. شو امرتي؟ يا امي حرام عليكي، سوسن مكتوب كتابه على صالح وبتحبه. خليها تحب على كيفها، شو اعمل لها؟ ولا شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين فرحان. رسالة من أهلك؟ إي نعم، وبيسلموا عليك كثير. الله يسلمك ويسلمهم. وعم بيقولوا إنه حسان جاي بكرة. إن شاء الله بالسلامة. الله يسلمك. وراح أروح معك على المطار. تعشيت؟ أنا بانتظار تشريف سيادتك مشان تشرف معي على المطبخ لنحضر العشاء سوا. تفضل. شرف. شوفي تعرفي ما كان لازم فرجي الرسالة لحسان، مو هيك؟ خير شو اللي غير رأيي؟ منظر سعاد قطع لي قلبي. وانتي كمان ما لازم تخالفي رأي جوزي بإنك ما تخبري حسان. بإذن الله بحياتي ما بخالفه. يا ميت أهلين وسهلين خالي. الله يمسيكم بالخير. تفضلي خالي. ميت أهلين أم صالح. شو إذا ما في مناسبة ما بنشوفك يا بنت الحلال؟ انتي بالقلب أم خليل، بس مثل ما انك شايفه ما عم نفضى، كمان انت ما حدا عم بشوفك. ميت اهلا وسهلا. تفضلي. شو بنا سعاد؟ يروح ويرجع بالسلامه. الله يسلمك يا منى، بس والله قلبي قامتني من هالسفره. بدي اياك يا حسان تحط وشك بوش الرحمن. ان شاء الله يا عمي رح كون على احسن ما يرام، ورح ساوي اللي ما قدرت ساويه هون. بس ما بدي اياك تخلط بين الطموح والطمع. ان شاء الله يا عمي. مسيك بالخير. اهلا اهلا. مساء الخير اختي. مساء الخير خالي. اهلين يا خالي. اهلين. ايه حسان قديش بدك تسلم لي على صالح؟ الله يسلمك، رح سلم لك عليه كثير. وهي شوية اغراض لكم كلكم. يسلم. رح تشتهوها بالغربة. سوسن بابا شريك ليش هيك سرحاني؟ ما في شيء، متضايقة شوي. لا يا بابا لا، خلي إيمانك بالله كبير. لا إله إلا الله. شبكن أنتوا الاثنين رح تساووا لي إياها مناحة؟ مو بعتي له الأغراض ورسالة يا بنتي؟ دعي له الله يوفقه بالغربة. الله بيعلم قديش عم بدعي له يا أمي، بس عم تقولوا انه بغربي. نحن اللي بغربي، بس لو يعرف قديش. اكيد بيعرف اكيد، بس هذا الحكي يا سوسن مو طبيعي. بابا اذا في شيء مضايقك احكي لي. طيب اذا ما بدك تحكي لي احكي لامي. ليش هي صغيره حتى بدها مين يقلها او يعلمها؟ هي المتعلمه والفهماني. صحيح انا متعلمي وفهماني، بس بضل بحاجة لعطفكم وحنانكم. سعاد شبك؟
اللي بيشوفك هيك بيفكر انه ناقصك شيء. حسان مو كل شيء بنحسب بالمنظور المادي. فلسفي الامور اكثر ما هي بتستاهل. مو قضية فلسفة حسان، بس المشكلة انه الحاجة الى عدة وجوه. ايه وشو الوجه اللي شايفتيه؟ ايه بكره لارجع لك حامل محمل وساوي اللي ما بقدر ساويه هلا. بس على حساب شو؟ على حساب سعادتنا، على حساب احساسي بالامان، لك حتى على حساب المولود اللي جاي واللي بده يحمل اسمك. لا تكبري اياه، ولا ما في فايده، هي عادتك. هذا الطموح ما بيعني لك شيء. بالعكس، طموح بيعني لي اشياء كثيره، بس يكون على ارض صلبه وما نخلط بين الطموح والطمع. بس المشكله يا حسان انك ايه بس اساسا انت ما بتتركي شيء من رب بساطه وهدوء الا ما تعملي منها قصه وحكايه وتفسريها مثل ما بدك. شبك 100 مرة قلت لك الصبح في شوية ساعة بتاخدي برد. حسان هذا مو برد، من شهرين وأنا حامل، بس سفرتك طيرت الفرحة وما تركت لي لحظة خبرك فيها، لك حتى ما بعرف إذا قلت لك رح تفرح ولا لا. خلص سعاد خلص، أكيد شوية برد، أكيد برد، أكيد. ست نجاح هالمعاملة بدها شغل كثير وطباع كثير، مشي لنا اياها مشان ابو حسام. ايه تكرم عيونك. نجاح سجلي هالمعاملة بدفتر سعاد. مسكينة قديش بدها تكون زعلانة على غياب جوزها؟ بتعرفي؟ لو كان عندي مرة حلوة مثلها على المكتب ما كنت اجي. شوفي المكتب شلون صاير، مثل الصحراء بلاها. استاذ صبحي بلا الحكي اذا بتريد. نسيت انه بنت ضيعتك. بعدين ولو ما حكينا شيء بيسيء، بعدين انت بتنكر انها هي حلوة ولا وحشة؟ مع السلامة يا قلبي. خليل؟ مع السلامة. خليل؟ ايه؟ سافر سافر حبيبي سافر. شو فرحان لانه سافر حسان؟ لا زعلان. كان يزعجك كثير وزعلان عليه؟ اخي انا ماني زعلان عليه، بس انا زعلان على اختي سعاد. قديش في فرق بين نور وبين ضيعه؟ ريحه ضيعه يا حسان. انا صدقت كم ضيع اسم احلى من كل بلدان الدنيا كلها. شرف تفضل. يا ميت اهلا وسهلا بحسان. هذا البيت وان شاء الله رح تسكن معنا. اخيرا انا اجيت. اهلا وسهلا، بس بدي منك هلا يا استاذ تحكي له بالتفصيل الممل عن اخبار الضيعه واهل الضيعه من يوم اللي انا تركتها لحد هلا. لا تتكلم ولا شيء قبل ما اسوي الشاي وارجع لك. طول عمرك صاحب واجب وابن اصول يا فرحان. بقيت شب ادمي كثير قد ما بتتصور. يا الله قديش مشتاق للضيعه واهل الضيعه. انا ما صدقت طلعت منها. غلطان كثير يا حسان، بكره رح تعرف قديش الغربه صعبه. اهلك باعتين لك معي شويه اغراض. شو هنين؟ زعتر ومكدوس وجبنه وشويه اغراض يعني. يا سلام، هدول من ريحه الضيعه. دخلك على الريحه تتهنى ان شاء الله. بس طمني صالح، الراتب بالدولار؟ سعاد انت زعلانه كثير على حسان ما هيك؟ مو جوزي ولازم ازعل عليه؟ بس اللي بيزعل بيبكي بيعيط. حسان وقت اللي كان يزعل مني كان يعيط علي ويعمل لي قتله طياره على رقبتي. خليل حبيبي هذا العذاب كله منشان اذا اجت لاختك بنت حلوه مثلك تصير تنادي لك خاله. ايه بس مين بده يصير ابوها؟ لا يا خليل، ابوها حسان. ايه حسان مو هون. واذا مو هون بضلوا ابوها وزوجي وحبيب عمري كله. ايه مثل ما بدك، بس وينك؟ بتخليه يلعب معه؟ لكن خليل
مين بده يعتني فيها ويلعبها غيرك؟ طيب اذا اجى حسان وشافني عم بلعبها ما بيقتلني؟ هلا رجعنا لسيرة حسان. ما قلت لي خليل وين راحوا اهلك؟ راحوا على بيت ام سوسن. سعاد انا كثير بحبك، تعي اشربي معي شاي. يلا حبيبي. يا مشبوبية، عرس ابن ابو جاسم. إيه ما كنا سوا وكانت راح تعلق بينك وبينه منشان شيلة الجيران. إيه ما في غير بتحكوا على هالايام. ولك كانت ايام حلوة، ايام حلوة. بشو اخذتك؟ مو بضرب العصا؟ الله اكبر عليك يا ابو خليل، بتضل شيخ شباب الضيعة. إيه عن اذنكم لشوف سوسن وام سوسن بالمطبخ. ما في شيء، ما في شيء اختي ام خليل، لقمة عشاء منشان واجبكم. طول عمره صاحب واجب، الله يكبر واجبك خي محمود. عن اذنكم. الله معك، مع السلامة. وينك يا عم سوسن؟ تركتيني مع اثنين ما بيشبعوا وحكي عن شبوبيتو. ايه بزمتي، ما كانوا حلوين يوم اللي اخذناهم؟ معك حق، انا دائما بتجنى عليهم. روحي شوفي هون لشوف سوسن. رايحه اشوفهم قبل ما يطلع خلقهم علينا. ناشي بيطلع لهم. روحي روحي. يسلموا هالديات. دياتي. هاتي لساعدك. لا تعذبي حالك خالتي. ايه معقوله ما ساعدك يعني؟ شو بدي اقول لك سوسن؟ خير شوفي؟ صار لك زمان ما مريتي لعنا، شو مالك مشتاقة لسعاد؟ ايه بس انا عم شوفه نحن ورايحين على الدوام. ايه بس ما قلتي لي شو صار معك؟ ما حكيتي معونا؟ مشان شو؟ يو مشان خليل. شو نسيتي؟ بعرف مشان خليل، بس يا خالتي هالموضوع مو صعب شوي عمونا؟ ليش حتى يكون صعب؟ على القليل بده فترة حتى نلاقي طريقة نحكي معه فيها. لا بده طريقة ولا من يحزنون. بصراحة أنا هيك شايفة. أنا شايفة إنه أنتِ اللي مو مقتنعة. خالتي أم خليل. يا روح خالتك، أنتِ بس أمري. شو رأيك؟ اترك صالح واطلبيني لخليل. كان مو نعيني، بس صالح آدمي وكلنا بنحبه. حسان ما قلت لي، شو صار معك؟ عجبتني الباخرة كثير. ومتى طالع بأول سفرة؟ إن شاء الله الاثنين الجاي. لا تنسى شو وصيتك ها؟ نحن ببلاد غريبة ومانا جايين سياحة. انتبه يا حسان، انتبه على نفسك من الأمراض والمشاكل وامسك يدك شوي بالمصروف. مزبوط حسان، انت لازم تصمد لك قرشين مناح وترجع فيهم على البلد، يعني بيكفي حياتك اللي راحت هيك على الفاضي. الحمد لله أهلي مو محتاجين فلوس، وما كذا أنا برسل لهم. فرحان مثلي، عم يدرس ويشتغل. صدقوني يا شباب، الأهل بيرتاح بالهم علينا، بس يعرفوا إنه ما نضيع وقتنا هنا ولا بيسوي حاجات غلط لا سمح الله. وشو في عندكم كمان لسه؟ يعني معقول الواحد يعيش بهيك بلاد وما ترفع عينه؟ بعدين نحن ثلاثنا هون عزابية. حسان؟ شوف لساتك زلاني؟ الرجال سافر الله معه. أصلا ما في مبرر للسفر، حالنا مثل كل هالناس، إذا جاع من جوع وإذا شبع من شبع. هلأ الشغل على البواخر في دخل مليح؟ إيه بس كمان في شباب ملاعين كتير بكل محل بيساووا علاقة. ما حدا بينطر حدا، الإنسان هو اللي بينطر شرفه وبس. إيه بس كمان من ناحية تانية، أنا بعرف وحدة مرة سافر جوزها يشتغل برا، بعدين سمعت إنه له علاقة مع وحدة تانية، قامت بالنكاية فيه عملت علاقة مع واحد تاني وتجوزته. ضيعتنا؟ ما في هيك اشكال يا استاذ صبحي. دخيلك انت بضيعتك، كل ما حكيت كلمه بدك تطلع بوشي مثل حمص الكي. مسيك مسيك، دق هالكتاب احسن ما لك قاعد. مسيك. شفتي صالح شو انبسط بالغران؟ خاصه اللي انت بعتيهم. اللي عايش بالغربه شو ما اجا من بلده بيفرح فيه. مزبوط خالتي، بس الغرض من ايدين سوسن غير شكل. الحب صعب يا امي. خذي لقطي هالفستان، وانتي خذي كفي هالفستان احسن لك. انه اللي محيرني صالح ليش لهلا ما بعت حوالي هالشهر.
nešto bi ti rekla, ali ne znam kako. Ma ima ovdje preko puta jedan stalno me gleda, ne znam šta da radim. Ma evo ovdje preko puta mene sjedi. Sam on tebe? On budi u mene, ne znam šta da radim. Ne znam kako da ti kažem, kako da ti objasnim. Sam. صباح الخير يا جماعة. شو ان شاء الله رسالة من حسان؟ ايه والله من حسان. هاتي هاتي خبرينا. طولي بالك شوي. شو هو استلم الشغل ولا لساته عواطلي؟ لا استلم وبعت حوالي كمان. ايه نحن بلا عمل صعبة ما قادرين عليكي.